السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فكما شفتم معنا في العنوان فهو حول عودة المغاربة إلى الحياة الطبيعية. فمنذ الأمس كانت بعض الأخبار تتروج في الفيسبوك وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي لتقول على أنه التخفيف قريبا غادي يكون. بالنسبة لهذا الأخبار هذه اللي كانت تتروج فهي تقول على أنها غادي تحيد 9 ليلة الإغلاق منذ 9، وكذلك غادي تحلوا الحمامات والحفلات وكذلك الأعراس غادي يرجعوا، وكذلك أصحاب المقاهي والمطاعم ما غيبقاوش يسدوا مع 9. وكما قلت لكم فبالنسبة لهذه الأخبار هذه اللي تطرش فهي تقول على أنه الناس اللي عندهم جواز التلقيح غادي تكون عندهم واحد المعاملة ماشي بحال الناس اللي ما عندهمش، يعني أنه الناس اللي عندهم جواز التلقيح غادي تكون عندهم امتيازات في بعض الأشياء على الناس اللي ما عندهمش اللي مازال ما داروش التلقيح ديالهم. وكما قلت لكم فهذه الأخبار هذه ماشي رسمية، فهي فقط أخبار متداولة، وإلا ما كانت شي مفاجآت وبائية يعني أنه إلا ما تدهورات الحالة الوبائية في الأيام المقبلة فإن شاء الله نتمنوا على أن هذه الأخبار هذه تكون صحيحة وأنها هي لا تكون، بس أنه المغاربة يرجعوا للحياة الطبيعية. وإن شاء الله إذا كان شي حاجة رسمية راه غادي نشاركها معكم. نتمنوا على أنه حزب الأحرار تكون هذه هي أول حاجة يبدأ بها المشوار ديالو. فهذا الشيء كان هو أهم ما جاء في هذا الفيديو هذه. فإلى عجبك الفيديو ما تنساش دير لي جيم، كذلك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.